صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله رعاه مرسوم الرقم 22 لسنة 2022 بتنظيم وزارة شؤون الكهرباء والماء. جاء فيه: تنظم وزارة شؤون الكهرباء والماء وذلك على النحو الآتي: وزير شؤون الكهرباء والماء ويتبعه أولا مدير عام كفاءة الطاقة بدرجة وكيل مساعد، ويتبعه إدارة كفاءة الطاقة والتبريد المركزي، إدارة الطاقة المتجددة والبحوث، ثانيا إدارة العلاقات العامة والدولية.